أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار على الدور الرئيسي الذي يؤديه سمو أمير البلاد في دعم القضايا الإنسانية، مشيدا باستضافة دولة الكويت للمؤتمر ودعمها لأكبر قضية إنسانية يعيشها العالم اليوم. وهي مناسبة كذلك للتنويه بالدور الذي تقوم به وتلعبه دولة الكويت بقيادة سمو الأمير الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح في كل القضايا المرتبطة بالأمة العربية والإسلامية، وفي دعم الإنساني والسياسي والتنموي الذي تقوم به دولة الكويت. أعتقد بأن هذه القمة الثالثة هي التأكيد لمنهجية والانخراط دولة الكويت بقيادة سمو الأمير من أجل الاستمرار في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق في غياب الحل السياسي. نحن أمام مأساة إنسانية، وأعتقد بأن الكرم والانخراط وكذلك التعبئة من أجل التخفيف من معاناة الشعب السوري يجب أن تسجل إيجابا لدولة الكويت ولسمو الأمير. وأعتقد بأن هذه القمة الثالثة ينتظر منها بالطبع أن تسير في اتجاه الاستمرار في الرفع من قدرات الدعم، علما بأننا أمام أكبر عدد سجله التاريخ فيما يخص النزوح واللجوء. وهو مناسبة كذلك للتذكير بأن هناك قضية اسمها قضية سوريا، وأن هناك شعب يعاني، وأن هناك ضرورة كذلك التعبئة والضغط من أجل الدفع في اتجاه الحل السياسي بالنسبة للشقيقة سوريا. ونحن بالطبع مؤمنون بأن التعبئة التي استطاعت دولة الكويت وسمو الأمير أن يحافظوا عليها وأن يطوروها من أجل مواكبة الشعب السوري ستكون لها نتائج، ونقين بأن هذه القمة كما كانت دائما القمم التي تعقد بدولة الكويت دائما تعطي نتائج عملية، لأن الثقافة والمقاربة هي ثقافة ومقاربة عملية ليست للخطاب لكن من أجل الفعل، وهذا من شيم دولة الكويت ونحييهم على هذه المبادرة وهذا يعني الانخراط القوي من أجل القضايا العربية والإسلامية عامة.